بسم الله عليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: نشر عنكم يا صاحب الفضيلة في هذه الأيام مقالة في جريدة الجزيرة في تاريخ 28/11/1422 ترد فيها على من قال إن التلقين في مدارسنا ببغاء، فهل هذا الرد لفضيلتكم؟ نعم، هذا رد أنا الذي كتبته وأنا الذي نشرته، ردا على من يقول إن التلقين، إن التعليم عن طريق التلقين أنه تلقين ضد غاوي، لم نجني منه إلا الحنظل، لم نجني منه إلا الحنظل. فأنا رددت عليه لأنهم يريدون تغيير المناهج استجابة لما اختار أعدائنا من الكفار، يريدون تغيير مناهجنا واستبدالها بمناهج غيرها ترضي أعدائنا، ونحن لا نرضى بهذا ولا نقبل ابدا ان تغير مناهجنا التي قامت على الكتاب والسنه وعلى العلم النافع، ولا نرضى لاحد ان يتدخل فيها ولا ينظر فيها الا اهل العلم، ما ينظر فيها اي واحد ما هب وجد من تلاميذ الغرب ينظرون في مناهجنا ويغيرون فيها ويبدلون المناهج تحت نظر أهل العلم، هم الذين وضعوها أولا وقرروها، فتعرض عليهم إذا كان هناك ملاحظات أو أشياء تعرض على أهل العلم.